في الشطر الثاني عن فتوحات عمر، موضوع كبير قوي بدون مبالغة، بدون مبالغة والله، على قدر جهلي محتاجين على الأقل، على الأقل 20 حلقة، والله 20 حلقة ما يكفي عشان أتكلم عن فتوحات عمر وانتصارات عمر رضي الله عنه. وبعدين نختم بقى بفتح بيت المقدس، يا رب اللهم طهره من أيدي اليهود الغاصبين ورده إلى أيدي المسلمين والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولن تسترد الأمة القدس إلا إذا عادت إلى منهج عمر، إلا إذا عادت إلى منهج عمر. فما فتحت القدس إلا في عهد عمر وبقيادة أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة. ولن تسترد الأمة القدس إلا برجال يسيرون على درب عمر وعلى درب أبي عبيدة. ولم أبعد النجعة وأنا أقول على طريق عمر وعلى طريق أبي عبيدة، فإن طريق عمر وطريق أبي عبيدة هو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه وتلاميذه. وإذا كان في العادة أو في الغالب كل تلميذ في الغالب يقتبس من أستاذه، كل تلميذ في الغالب يقتبس من أستاذه، فأرجو أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم والمربي هو المصطفى، وإذا كان التلاميذ على شاكلة عمر وعلى شاكلة الصديق وعلى شاكلة أبي عبيدة وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي رضي الله عنهم أجمعين. أم أتحدث عن مواقفه القوية في نصرة هذا الدين بدءا من الهجرة وانتهاءا بلحظات موته، أم أتكلم عن موقفه في الحديبية ويحتاج بالفعل إلى وقفة، أم أتكلم عن موقفه عن فقه عمر، مجلدات في فقه عمر، أم أتكلم عن علمه؟ يا ترى ماذا تريدون؟ ومن أي المواطن أبدأ؟ اسمحوا لي أن أقول إن أشرف وأجل وأعظم ما نستهل به الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أن أتوقف طويلا مع هذه الأوسمة والنياشين والمناقب التي علقها النبي بيديه الكريمتين على صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعالوا بنا لنبدأ الحديث بمناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثابتة الصحيحة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هل توافقوني؟ هذه أشرف بداية وأعظم بداية. طب تعال كده اسمع عمر رضوان الله عليه بيقول إيه. هذه من أجل مناقب عمر ومن أعظم مناقب عمر. ففي الصحيحين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال عمر بن الخطاب، حديث أنس، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وضع يدك على قلبك، ضع يدك على قلبك وأنت تسمع هذا الحديث، وقارن بين ما نحن عليه وبين ما كان عليه هذا العملاق. يقول عمر: وافقت ربي في 3. خلي بالك، ما بقولش يقول عمر وافقت رسول الله في 3، لا، بقول وافقت ربي في 3. يعني نزل القرآن الكريم من فوق 7 سماوات موافقا لقول عمر ولكلمات عمر ولرأي عمر. يا اخوان انتم مستوعبين اللي انا بقوله؟ انتوا حاسين باللي انا حاسه؟ انتوا عايشين معايا؟ انا مش عاوز حضرتك تسمع الكلام وخلاص، انا عاوزك تعيش، عاوزك تعيش المعنى ده، معنى كبير جدا، معنى مش ممكن اي عالم على وجه الارض مهما اوتي من بلاغة وبيان ان يقربه، مستحيل. انا هترك الامر لفضل الله عليك، سأترك هذا الامر لفضل الله عليك، كل بحسب فضل الله عليه. عمر رضي الله عنه يقول: وافقت ربي، ربي جل جلاله، وافقت ربي، يعني ينزل الله القرآن الكريم بنفس الكلمات التي يقولها عمر. انت مستوعب الكلام ده؟ مستوعب الكلام ده؟
يطوف مع النبي في يوم كرة في الكعبة ويقوم يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فتنزل الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بنفس الكلمات، مش ممكن أبدا. يقول له: يا رسول الله، أرى لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مش ممكن. ثم أقول رضي الله عنه وأرضاه، حين اجتمعنا النسوة، نسوة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن، في الغيرة وطلبنا الزيادة في النفقة، فذهب عمر إليهن وقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارة. في بشر يا أخوانا مش ممكن أبدا، والله العظيم أنا عاجز عن التعبير وعن البيان، رجل عبد لله، عبد فقير إلى الله جل وعلا، يقول كلاما فينزله الله تبارك وتعالى قرآنا بنفس الكلمات التي يرددها عمر: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم كانت الثالثة، وهو يغار على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يهدد زوجات رسول الله أمهات المؤمنين: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن. فتنزل الآية بنفس الكلمات. معلش سامحون، أنتم مستوعبين اللي أنا بقوله ده؟ كلام يشيب، كلام كبير قوي. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، من حديث عبد الله بن عمر، يا سلام، من حديث عبد الله بن عمر، صار عن عبد الله بن عمر عن أبي بقى حاجة رائعة. يعني النهاردة زي ما هقول في الحلقة القادمة إن شاء الله، حدثا